النهارده في صدى البلد، عايزاك تكلمني عن يعني الفتره اللي فاتت انت عملت اعمال كتير قوي ناجحه، فكلمني على النجاح ده. هو اهم نجاح بالنسبه لي البوم انغام طبعا، بالنسبه لي الحمد لله والحاجات التانيه. فالنهارده انا مبسوط ان انا مع انغام في الحفله، ومبسوط ان انا شايف الجمهور ده كله موجود الحمد لله. يعني الفتره اللي فاتت في حفلات كتير وحفلات كلها ناجحه الحمد لله رب العالمين بعد الالبوم بتاعها، وان شاء الله يعني لسه في مفاجات باذن الله ان شاء الله. انغام برحب بيكي في صدى البلد، عايزاكي تكلميني عن وجودك النهارده في الحفله. والله زي ما قلت قبل كده، الحفلات بالنسبه لي هي المؤشر الحقيقي بتاع شغلي، هي المؤشر اللي بيقول لي انا فين عند الناس، نجاحي فين. حضور الناس بالنسبه لي يعني معناه كبير قوي، معناه انه شغلي محسوس، انه انا موجوده، انه الاغاني اللي الناس هتسمعيهم النهارده بيغنوها معانا على المسرح دي يعني قمه سعادتي وقمه نجاحي. هي دي، ده بالنسبه لي المؤشر الحقيقي اللي انا عايشه عشانه الحقيقه. الالبوم اللي فات كسر الدنيا، فانت كنت متوقعه النجاح ده؟ بعد يعني عشان اكون صريحه معاكي، بعد فتره من العمر والنضج والخبره بتعرفي ان انت نازله بعمل لازم ينجح، بتعرفي اكيد. الالبوم اللي جاي بدات التحضير ليه واخترتي اغاني؟ اخترنا اغاني طبعا، ابتدينا نختار فعلا، ابتديت اختار من شعراء ومن ملحنين وبسمع كل الحاجات اللي بتتعرض عليا دلوقتي. اخر سؤال، الفتره اللي فاتت يعني الالبوم الاخير ده كان فيه تعاون مع شعراء وملحنين لاول مره، فده هنلاقيه برضو في الالبوم الجديد؟ اتمنى، لان انا بحب اقدم ناس جديده، بحب ان الناس تبتدي معايا ويظهروا معايا، وبحب الدم الجديد ده لانه يعني بيدي طاقه ايجابيه جميله كده. جديده لسه في واحده حد جديد لسه في اغنيه هتشوفي لسه قريب سامعين حاجه من حد جديد ان شاء الله. ميرسي قوي.